J'ai bien, et j'ai appris avec beaucoup de fierté qu'il y a eu la première tentative qui a été faite. On pensait bon, que c'était en Égypte durant les années 50, et puis on en a parlé de la Malaisie, et avant ça c'est le Pakistan durant les années 40. Mais j'ai découvert que la première tentative, disons l'idée originale de mettre en place une institution financière islamique, donc qui réponde un peu aux attentes et aux sensibilités religieuses des musulmans, a été initiée en Algérie, à Alger. Et cela s'est passé durant 1928 par marhoum Hadj Brahim Abou Yaqban, qui est l'un des membres fondateurs de Jamiat al-Ulama al-Muslimin et qui était dans l'un des taqis, je pense que c'était ça, et qui avait lancé un appel dans un magazine ou dans une revue qu'il éditait à l'époque qui s'appelait Al-Bayan, Ouadé Mizab, et qui avait un peu attiré l'attention des gens, des musulmans, sur le risque ou les dérives qui étaient déjà à l'époque constatées, et qui faisaient que, avec cette, disons, finance conventionnelle qui était à l'époque portée plutôt par le colon français, avait fait qu'il y ait une marginalisation de la population autochtone, donc musulmane principalement. Qui était donc disons entre choix très difficiles ou bien faire avec et donc piétiner un peu quelques règles disons religieuses ou alors être marginalisé et être en marge du développement économique et en contrepartie donc la population coloniale donc se développer avec ses entreprises. Voilà, c'était Bak Lamha à Abou Yardan que je pense moi et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est Heather, qui est l'un des qui a, disons, lancé l'idée de financer ça. Voilà. Bismillahirrahmanirrahim. Salat wa salam à Jamiyat al-Mursalin. Je crois que Jamiyat al-Takhriji, Mahat Tumwil, Maghalibi, à la Hadi Dawa al-Kalima. وعلى تخصيص هذا الملتقى لحوار وتناقش حول هذا المجال الشيق وهو موضوع الساعة ومحل اهتمام المواطن الجزائري. كما تفضل الأخ سفيان، ربما نكمل فقط هذا الإطلالة التاريخية على تاريخ المصرفية الإسلامية ليس في الجزائر إنما في العالم. يعني أنا حسب هذه الأبحاث اللي هو حسب البحث اللي قدم به الدكتور عبد الرزاق بن عباس، هو باحث في جامعة الملك عبد العزيز المملكة العربية السعودية والجزائري، بين أنه يعني هذا النداء الذي وجهه الشيخ أبو اليقظان لم يبقى مجرد نداء، وإنما طبع بمحاولة حقيقية لتأسيس أول مصرف إسلامي جزائري تقوم معاملته على اساس قواعد الشريعه الاسلاميه في 1929، حيث التقى يعني كبار تجار، كبار رجال الاعمال والصناعيين الجزائريين من العائلات المعروفه، مرسادي، عباس تركي، حفيظ، بوضربه، عمر بوضربه. هذا عمر بوضربه يعني هو تم اختياره كرئيس مجلس اداره هذا المصرف، المصرف الاسلامي الجزائري، يعني وأعلن عن تأسيسه ووضع له قانون أساسي واختير له وانتخب له مجلس إدارة وأودع بنا في اعتماد هذا المصرف لدى البنك المركزي آنذاك في الجزائر في تلك الحقبة. ولكن هذا الطلب لم يقبل ولم يرفض، إنما ترك في الأدراج. فيعني هذه أول محاولة تاريخية لإرساء معاملات مصرفية تراعي قواعد الشريعة الإسلامية استجابة لواقع اجتماعي ثقافي ديني في المجتمع الجزائري، الذي جعل حقيقة أن الكثير من هؤلاء أرباب الأموال أرباب الأعمال يعزفون عن التعامل مع المؤسسات المصرفية التقليدية بسبب يعني إشكالية الربا، إشكالية يعني الإشكالية الدينية والشرعية التي كانت يعني تحول دون الاستفادة من هذه الخدمات على نطاق واسع. وبالتالي يعني كان هذا البديل الذي طرح، ويعني ثم يعني تواترت التجارب في العالم، في باكستان ثم في ماليزيا، تجربة طابونغ حاجي في الخمسينات، يعني صندوق الحج والعمرة الذي تحول إلى إحدى أكبر المؤسسات المصرفية في ماليزيا، في حين أنه في البداية كان فقط صندوق ادخار
يعني كان يوفر فيه الماليزيون يعني نفقة الحج على سنوات حتى يستفيدوا. كان الصندوق يستثمر تلك الادخارات وتلك المساهمات في مشاريع يعني استثمارية حتى يتيسر للمدخر أن يوفر نفقة الحج. فتجمعت أموال طائلة وحولت هذا الطابونك حجي هذا الصندوق إلى إحدى أكبر المؤسسات المالية في البلاد. ثم يعني جاءت تجربة ميت غمر في 1963، تجربة دكتور نجار في مصر، يعني كذلك تعاونيات فلاحية محلية لي يعني يستفيد يعني الأعضاء الفلاحين المنضوين تحت هذه التعاونيات من خدمات يعني تمويلية متماشية كذلك مع أحكام الشرع الإسلامية. إلى تجربة بنك ناصر الاجتماعي في 1969 إلى أن تكللت هذه المحاولات يعني الأولية والتي يعني لم تنضج بعد في تجربة يعني مكتملة ناضجة مؤسساتية هي تجربة بنك دبي الإسلامي الذي يعتبر بحق أول بنك إسلامي حديث مهيكل منظم وانطلق في النشاط ولا يزال في الإمارات العربية المتحدة تأسيس الشيخ موسى لوكا. ثم يعني في نفس السنة في 1975 تأسس البنك الإسلامي للتنمية من قبل الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي آنذاك، منظمة التعاون الإسلامي حاليا، وكبنك تنمية، بنك تنمية، بنك ما بين الحكومات، بنك متعدد الأطراف لتمويل عمليات مشاريع التنمية في العالم الإسلامي. وكذلك ينص قانون الأساس على أن تكون معاملته كلها متماشية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ربما هذا فقط يعني إطلالة تاريخية حول مسار العمل المصرفي الإسلامي. أود أن أقول فقط أنه لما نتحدث عن المالية الإسلامية لا تقتصر فقط على البنوك، وإنما لها ثلاث أعمدة. يعني هناك العمل المصرفي، وكذلك هناك يعني التكافل أو التأمين التكافلي، لأن عقود التأمين كذلك التي تكيف قانونا على أنها عقود غرر حتى في القانون المدني لما توجد أنواع العقود، يصنف التأمين عقد التأمين ضمن عقود الغرر لكونترا أليطوار، والغرر يطرح إشكال شرعي كذلك، وبالتالي كانت الحاجة إلى بديل شرعي إسلامي لعملية التأمين ينتفي منها هذا عنصر الغرر الذي يبطل معاملات من منظور الشرع الإسلامي. وإن كان في المسألة نقاش في مجمع الفقه الإسلامي حول يعني هل ينطبق يعني الغرر مفهوم الغرر الشرعي على عقود التأمين أم لا، وربما الحاج محمد يعطي تفاصيل أكثر. وأوصل المحور الثالث أو العمود الثالث للمالية الإسلامية المعاصرة هي عمليات السوق زوكراسون دو مارشي، التي يعني تطرح كذلك في جانب العمليات السندات يعني إصدار السندات سواء كان حكومية سندات سيادية أو خاصة مؤسسات خاصة هي الاقتراض مقابل عائد، يعني تطرح إشكالية الربا، وكذلك تداول هذه السندات التي تمثل ديون في السوق الثانوية كذلك تطرح إشكال شرعي الذي يعني يمنع تداول الديون بغير قيمتها الإسمية. والإشكال الثاني الذي تطرحه كذلك عفوا الثالث تطرحه هذه المعاملات هو يعني ربما حتى في الأسهم عمليات يعني السوق التي تنصب أو موضوعها هو الأسهم، أسهم الشركات أو مشتقات الأسهم، يعني أوراق تمثل حق ملكية في أصول الشركة، تطرح كذلك مشروعية معاملات هذه الشركات، يعني حتى يمكن لمن لديه مستثمر الذي لديه هذا الوازع الديني الذي يتحرج من الدخول في معاملات لا تتوافق مع قناعاته الدينية، لابد أن يطمئن أيضا أن عملية هذه الشركات أو موضوعها أو نشاطها متماشي مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبالتالي وضعت هناك ضوابط في ما يمكن الاستثمار فيه مما لا يمكن الاستثمار فيه من حيث نسبة المعاملات المحرمة من وجهة نظر الشريعة الإسلامية التي قد تدخل في هذه الشركات. ربما في النقاش إن شاء الله ندخل في تفاصيل هذه المسائل. شكرا أخي سيد.